السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين متتبعي قناة المغرب نيوز، كنت واجد اليوم بمدينة المنصورية، مدينة الحديثة، المدينة اللي في طور أنها تعرف واحد التنمية، واحد التقدم، واحد شوية للازدهار. للأسف الشديد وقع ما لم يتعهده ولم يألفه سكان المدينة، وهو أن فريق ديال المدينة اللي هو فريق ديال المنصورية لعب ماتش ضد فريق ديال المغرب ديال النادي المكناسي في إطار منافسات كأس العرش. ناط الشغب، ناط الفوضى، ناط بزاف ديال الأمور اللي كنسميوها حنا شغب الملاعب. بطبيعة الحال كل حاجة وإلا وعندها السلبيات ديالها وعندها العواقب ديالها، منهم اللي تم الاعتقال ديالو، منهم اللي كلا الدقة بحال الضحية اللي معنا، الضحية اللي يعني حتى النطق ولا صعيب عليه أنه ينطق، مع العلم على أن المنصورية مدينة صغيرة وهي تابعة لإقليم بن سليمان، يعني ما عندهاش شي جمهور كبير أو لا عندها شي يعني هذوك الالتراس وكذا وهذه الى اخره، لا هذه غير مدينه صغيره، يعني حتى في النيفو الرياضي ما عندهمش شي فريق كبير ومعروف، ولكن بالشغب ولا معروف شغب الملاعب وما وقع. كنتواجدوا الان في بيت الضحيه اللي تعرض لواحد الكسر ربما ديال الفم ديالو وجرح بسبب هاد العنف ديال الملاعب وشغب الملاعب. غادي نبداو مع الاب، لان حتى الابن ما نقدروش نهضروا معاه لانه ما كيقدرش يتكلم، ما كيقدرش يدوي، هو حاله موقف عن الكلام مؤقتا. نشوفوا مع الاب يقدم لنا الاسم ديالو وتفضل يحكي لنا شنو وقع في ذاك النهار. السلام عليكم. غير خدام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم خالد بوخال، فاعل جمعوي وعضو سابق بمجلس البلدية المنصورية. كنرحبوا ب مغرب نيوز، وكنتأسفوا على لأن كنا نتلاقاو بشي مناسبة أحسن من هذه، ولكن مع الأسف غير في إطار ديال لا قبل ما نبداو في الإطار ولا ما غير الإطار، يعني أنتم كمدينة صغيرة منصورية، يعني الفريق ديال المنصوريه اش من درجه فاش كيلعب؟ حنا قبل ما نقولوا المنصوريه مدينه، حنا باقي كنسموا المدينه قرويه، حنا مدينه غير في الاوراق. نعم. حنا ما عندناش مقومات ديال المدينه بالمنصوريه، حنا باقيين كنقولوا في الاوراق كنسموها مدينه، ولكن حنا كنعيشوا في جماعه المنصوريه ما فيهاش اسم مدينه. هذه كانت جمعيه رياضيه اللي كانت صغيره، اول مره كتلعب والله يعاونها وطلعت شويه، ودابا الفريق يعني الحمد لله واحد مجموعه المقابلات كيتفوق، ولكن الناس اللي صاحبين على سميتو ما قفزوش لهذا الوعي ديال الاهميه ديال المقابلات اللي كاينين دابا وعلى الجمهور الوافد عليها. من حنا اللي عارفين انه واللي معروف عند الجميع على ان هذه اقصائيات ديال الدوري ديال كاس العرش اللي كيتقام في المغرب كل سنه. بالنسبه اللي قلتي لينا ما عندهمش درايه، ما عندهمش مثلا معرفه بهذه المناسبات الكبار، يعني واش اول مره اول مشاركه ديال الجمعيه ديال المنصوريه؟ اول مره كيجيو هاد الفروق كبار، لان حنايا هاد التيران هي اول مره، لان كما قلت انايا هذه شبه قرويه واخا في الاوراق حضاريه، لان جماعه المنصوريه كامله في ليكيبمون ديالها في الجيزه ديالها لا فيها التيران، وهاد التيران يلاه تسع التدريبات ولا فريق صغير اللي كان كما كان هو، دابا كان الفريق صغير كان قدو هاد التيران، ملي طلع الفريق كبر شويه ولاو كيجيو واحد تجي شباب محمديه وتجي اتحاد طنجه ويجي النادي المكناسي والنادي القنيطري ولا هاد كانت لعبات الجمعيه، كان الجمعيه ديال المنصوريه لعبات مع تطوان، ما وقعش هاد الشيء هذا وداز الماتش يعني في واحد الجو رياضي وخاوي وربحات فيها الفريق ديال المنصوريه وما طراش هاد الشيء، يعني حاول تقربنا شويه. قربنا الاسباب المشكل وكيفاش وقع وشنو طرا، بحكم انكم
ولاد المنطقة، وبحكم أن الإبن ديالك كان حاضر، وبحكم كذلك على أنكم حتى السكن ديالكم مجاور، يعني ماشي مجاور وإنما راكم لاصقين مع التيران. كما قلتي بأن كان واحد الماتش قبل اللي هو ديال النادي التطواني اللي كانت مقابلة وربحت فيها الجمعية المنصورية، ولكن قبل ما تكون لعبة تطوان راه كان النادي القنيطري، وكان واحد الشغب جاب الله، كان شغب صغير شوية وناضت السكيورتي ديال سميتو بغاو يداركوا داك الشغب اللي كان، وجابوا واحد الامن اللي غطى سميتو. حلاش هذا الامن؟ شرح لينا شويه. الامن كان خاص؟ لا، كان الامن العمومي، كانت قوات المساعده والدرك الملكي، وحتى الفريق ديال تطوان ما غاديش نكرو، لان غير لا دخلتوا للمواقع التواصل، لان الفريقين بجوج من اللي دخلوا كانت واحد التحيه نضال، واحد التحيه رياضيه بين الفريقين، لان من اللي دخل الفريق ديال المنصوريه دار تحيه خاصه للفريق الزائر، والاخرين حتى هما داروا سميتو، ومن اللي خسر الفريق ديال تطوان يعني خداها بروح رياضيه. واش حنا شوف ما كنهضروش بعض، خداها بروح رياضيه، اذا ما كان الشغب لا والو. لا، المشكل ديال الشغب ماشي من الفروق، ماشي من اللعابه، مشكل الشغب دابا راه كاين في الجمهور. هي الجمهور شكون دابا؟ تطوان جات بلا جمهور؟ لا، اش قلت لك انايا؟ راه ملي نقول لك كانت تحيه رياضيه بين ما قلتش انا بين اللعابه، راه بين الجماهير. نعم، هذه الجماهير اللي كتحيي بعضياتها، بان الجمهور ديال المنصوريه كيرحب بالجمهور ديال تطوان، والاخرين حتى هما كذلك داروا النداء ديالهم وسميتو. وملي خسرت تطوان ما خداش بان العنف بان تخسر وتضارب، تقبلتها بروح رياضيه وخرجات وتصورت مع الدراري ولاد المنطقه وخرجوا ودخلوا عادي ما كاين حتى حاجه. النادي المكناسي ما نقولوش الدراري، كاين فيه ناس مزيانين وناس في الوجه ديالهم مزيان. النادي المكناسي لاول مره كنشوفوا فريق يلعب الاربعه، وشي وحدين جاو النهار الثلاث في الليل جاو كيدوروا هنايا، وباتوا هنا في الخلا، باتوا ما غاديش ننقص منهم، ولكن بعد الناس منهم اللي كيديروا السيليسيون وفي الميكا وكيدوروا كي سميتو. شفتوهم بعيني؟ شفتوهم بعينينا. ودور اي واحد في الزنقه، اي واحد دور في الزنقه غتسمعها، اي واحد، وكيدوروا دار بدار كيدقوا عليهم، دوروا معنا، عطينا درهم، عطينا فطور، عطينا هذه، عطينا هذه. ولكن هذا ما كيعنيش على ان العين، احنا ما قلناش كول، احنا ما قلناش كول، قلنا بعض، انا قلنا بعض، كاين واحد المجموعه اللي محترمه في 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 في, في نادي المكناسي، كاين البعض، لان الشغوه داروا غير البعض، داروا غير البعض. غير باش نوضحوا شويه سي خالد، ما نبقوش نقولوا النادي المكناسي وانما نقولوا جمهور مكناسي. بعد الجمهور المكناسي. انا ملي كندوي على الجمهور. نعم. احنا ما كندويش على الفريق، ملي كان اي كلمه قلتها على الجمهور. ملي دخلوا قبل ما يدخلوا راه كان واحد المجموعه ديال الحجر اللي كان راه كنجو قلبوا الكاميرات، راه بعد الجمهور. معاك لهاد الحيتيات هادو ديال داخل الملعب، دابا حنا تكلمنا بصفه عامه. الجمهور يمتاجا شنو دار؟ يعني الحركات ديالهم والجولان ديالهم في المنصوريه اللي ما بغيتيش تسميها مدينه، نقولوا حنا المنصوريه وبداو كيدوروا هنا والتشمكير وكذا وهذه الى اخره، متجاوز. يوم اللقاء، يوم المباراه، انت حاضر او لا؟ يوم 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 اليوم اللقاء كان الماتش غادي مزيان، كانوا حيت هما عندهم الترا ديالهم، حنا ما عندناش، راه الدراري كيخرجوا كيدخلوا، قد دخل واحد راجل بعقله، دخل امراه، دخلوا بنات، دخلوا وليدات، حتى من الجعودين كتلقى دري اللي دخل عنده 5 سنين دخل، وحتى واحد نحسوا الباب. هذا مشكل ديال التنظيم، ديال المنظمين، ديال التنظيميه، فهمتي؟ اللي كتلقى دري داخل حتى ممكن. بلاتي سي خالد، راه ممكن على انني انا ماجر، رجل كبير بعقلي، ندخل معايا ولد مرافق، انا معاك بدون مرافق، هادو داخلين قاصرين بدون مرافق. انا كنقول لك ملي يكون دري مينور ومع المرافق ديالو راه قانوني. لا، انا كنقول لك انا مينور ديال 5 سنين و6 سنين و8 سنين و10 سنين اللي ما عندوش المرافق، ما معاش المرافق، بوحدو دخل، راه لدرجات، ونعطيك ما يثبت، لان واحد الدري ملي هزوه ميت، ماشي ميت ولكن شبه ميت، لان الحاله ديالو كانت سميتو ما عرفوش شكون والديه، حتى مشى للسبيطار ودرنا ليه الفحوصات وكل شيء، عاد جات وحدين من العائله ديالو اللي ما كانوش حاضرين تما، فهمت؟ هذا يثبت لنا بانه راه بعض الاطفال اللي دخلوا كان تسيب في التنظيم، كان تسيب كبير في التنظيم، تسيب كبير. فهمت؟ نقول لك خلال داز المقابله غادي خدامه، كل واحد قبل نهايه المباراه وقبل اي حاجه. لا، اوكور نعرف الجمهور، بغيت نعرف الجمهور ديال المنصوريه والجمهور ديال مكناس فين كانوا بالضبط؟
كنعرفوا بان التيران فيه ثلاثه ديال لي بارتي، كاينه واحده من لهي، واحده من هنا، واحده مغطات. الجمهور ديالنا ديال المكناسي عطاوه الجهه المغطاه واللي حداها من لهي، وكان العدد ديالو يفوق 1500، والطاقه الاستيعابيه ديال التيران خاص ما تفوتش 500، ولا كانت 500 خاص ندخلوا غير 400، لان ملي كتدخل باك صاحبي وهذا ديالي وهذا ديالي وهذا ديالي، هما دخلوا كاين واحد دخلوا واحد الطاقه ديال اكثر من 1500 ديال المشجعين ديال النادي المكناسي اللي دخلوا، ودخلوا بلي فلام، دخلوا لان اللجنه التنظيميه خاص ملي يدخل اللاعب ما كنشوفش انا غير الورقه اللي خلص بديك 20 درهم 20 درهم، خاصني نشوف اشنو مدخل معاه، اشنو مدخل معاه. لقينا واحد المجموعه ديال الاخوان اللي داخلين بعكاز كتحمل حتى غير راه عنده اعاقه، ولكن هو هذا العكاز مدخل فيه شلا حويجات شلا حويجات، هادشي غير تبين لنا في الاخر حنا كملاحظين ملي خرجنا برا. عاد ملي كان الماتش خدام وكيلوحوا داك الفلام على 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 الجندارم ولا على التيران وكل شيء، شويه ملي ضربوا جوج لواحد، لان الماتش النهائي ديالو كان 3-1، ملي ضربوا جوج لواحد الجمهور انفعل، ما باغيش جاي من ديبلاسي من سميتو الجمهور النادي المكناسي من المازي هو اللي خسر جوج لواحد في الديبار، باقي اوكور الماتش نقول لك انايا. ملي خسروا داك الانفعال ديال كيعايروا الجمهور سميتو بالعروبيه بهادي وكيرشقوهم بديك الفلام وبسميتو، ولا رجعتوا للصور بان لان المصريين ما عندهمش الفلام، ما غير مؤطرين ما كيعرفوش مساكن هذاك الشيء. جاء دخل لان كيشوف بان واحد التيران اللي في جنبه ولاصق معاه بسميت المنصوريه، لانه هو المنصوريه ملي دخلوا ولا الاخرين كيهزوا كراسه وكيضربوا في الدراري، شويه هبطوا ليهم من هبطوا ليهم من تريبيلات جوج اللي حداهم، وهبطوا التريبيل اللي في ولاد المنصوريه بغا يطلعوا ليهم. الدراري ملي شافوا الرشق تمايا راه بداو كيديروا معاهم التبادل باش يدافعوا، ما طلعوش عندهم، حيت طلعوا عندهم غتوقع ضحايا بحال اللي وقع ما بين الجمهور ديال الرباط والجمهور ديال فاس، لدرجه ان شفنا فاسا وصلوا اعلى قمه في المدرجات، يعني ولينا كنقول ليه ستار غيطيحوا. هذا اللي وقع له، لان بعد الوليدات انا ما كنشجعهمش يضربوا في الملاعب ولا يديروا شغب. انا دوك النادي المكناسي، فريق النادي المكناسي راهم مغاربه وخوتنا، ما بغيناش اليوم يجوا عندنا ديزانفيتي وندازوا معاهم، بالعكس راه جاو هنايا وقلنا لك واحد مجموعه الناس اللي خرجت لهم فطور وعطاوهم الماكله وشربوا، لان ولاد بلادنا كمغاربه حنا كاملين، حنا ضد الشغب ديال الملاعب. ولكن كاين بعد الوحدين منهم اللي لا اله الا محمد رسول الله بغى يطلعوا الدراري من تمايا، وكون طلعوا كون كانت كارثه. ولكن هذا دائما كنرجعوه لسوء التنظيم، لو ان كان تنظيم وكان سيباراسيون يعني التفريقه ما بين الجمهورين وكان واحد هذا هو اللي غنوصل ليه. خصو يكون شوف كنا ناخذوا العبره من داك الشيء اللي وقع من الرباط ونديروا واحد حاجز امني بين فريقين، الناس ديال الامن نجيبوا الناس الامن، ناديوا الواجب باش نجيبوا الناس ديال الامن ونخليوا الامور تمشي في سلام، وحتى البلاصه اللي كيدخلوا منها الناس المنصوريه ما يدخلوش منها الناس ديال مكناس، وكذلك الدخول والخروج. غير في هذا النطاق استاذ، لان كون كان عندنا حاجز امني، لان الوقت اللي غيبغي يجي احد الجمهور من اي بلاصه غيلقى واحد السكيورتي ديال الامن غيرجعوا، فهمتي؟ لان ما كانش حاجز امني، كان صراعات وكان مضاربات بين الفريقين. لان الا شفنا واحد الفيديو راه غادي نوري لكم ربما شفتوه في مواقع التواصل، راه جا الفريق من التريبي الاول والثاني وجاي الثالث ديال المنصوريه جاي بغى يطلع ليهم. اذا اش كيديروا الاخرين؟ ملي كيلوحوا ليهم كرسي كيشدوه وكيبغي يرجعوا ليهم باش ما يطلعش، لان كون طلع كان قلت كانوا النساء وكانوا اطفال قاصرين بدون مرافق ديالهم، وكانوا الرجال كبار ناس اللي خلصت التسكيره ديالو ودخلات، لان كون دخلوا تمايا كان غتوقع الكارثه، والناس ولاو هربانين كما وقع الناس ديال الفريق ديال المكناس اللي قلت الجمهور ديال المكناس ولا راجع اللور، وكيستنجد ديال فاس كيستنجد كيقول لهم الناس ديال المنصوريه كتستنجد ويقول لهم حلوا على الباب نخرجوا لا دابا انت كتكلم هنا على الموضوع ديال حنا مكانسا بالجمع على المدرج ديال المنصوري ديال المنصوري فيديو فيديو علاهم كيقولوا حلوا لنا غير الباب، معاهم كيقولوا حلوا لنا الباب على اللجنه التنظيميه اللي كاينه في الباب، على اللجنه التنظيميه كيقول لها غير حلوا لنا الباب باش نخرجوا، ما بغاوش يحلوا لهم الباب، وهذا الشيء راه موثق على ان فعلا كان الانزال الامني، جاء الامن
توقع موقع يعني تطرى داكشي توقع موقع تنزل برا شفنا من اجل نكمل لك عاوتاني ان الباب مسدوده وكاين تراشق ديال الحجاره من برا للداخل. كانوا شي وحدين راهم ديال نادي المكناسي ومحيدين الشعار لانهم الناس مأطرين، كانوا شي وحدين من نادي المكناسي لان احنا الناس ديالنا ولاو مضاربين. نتحدى شي واحد ما ضربش، كاين اللي غير مضروب عادي دابا خرجوا نقلبوا واحد باللحم ديالهم، كاين اللي اللحم باقي دابا حتى داز يومين ثلاث ايام عاد حس بالضرب ديالو، كلشي ضرب كلشي سميتو الناس بعقالهم. كاين اللي واحد البنت راه باقي دابا مسكينه ما لقاش من يديها الطبيب. انا لقيت من يديها كيفاش ندي انا ولادي جوج ضربوا منهم هذا سميت هذا الولد وخا الوالد وليد وليد ما يقدرش ما تقدرش وليد دابا تقول لنا شي وليد عنده كسور في الفك ديالو العلوي فهمتي ومهرسي ليه ثلاثه السنات لان عنده غدا عمليه ان شاء الله غدا خصو يدير عمليه يلاه علاش هذا لانه هذا كيخدم في واحد الشركه هنايا ديال مارشي واحد المارشي هنايا ممتاز وخارج مع الثلاثه جا حط الموتور ديالو مشى خدا التذكره ديالو راه دلينا بها الجندرم اللي جداروا بحد ديالهم دلينا لهم بانهم السيد هاو خلص التذكره ديالو ب 20 درهم باش حتى هو يدخل فهمتي لان كيصحبوا من حقه لان الماتش اللي داز ديال تطوان داز ماتش اللي ضحكوا فيه الدراري وديفولوا فيه وسميتو كيصحبوا غيكون نفس سميتو. ثانيا هل اليوم كان ماتش ديال تطوان علاش حتى شي واحد ما هزش حجره ولا تحرك سميتو علاش اليوم كان طنجه مع المنصوريه علاش حتى واحد ما تحرك شي حاجه كان الامن من غير الامن انا غنعطيك واحد النبذه على الشباب ديال المنصوريه بس بحكم ديال انا فاعل جمعوي وفاعل سياسي وعضو سابق في جماعه المنصوريه. حنا كنعرفوا بان جماعه المنصوريه واحد الجماعه اللي عندها واحد الساحل ديال الشريط ساحلي يعني مولفين الغرباء لان كتجي الالاف ديال الناس من جميع الاديان ومن جميع الاجناس. ما عمرنا شي حاله ديال السرقه وديال الفوضى وديال الشغب وقعات. علاش غتجي اليوم كيجيو عندنا المكانسه كيجيو عندنا التطوانيين كيجيو عندنا الاوروبيين كيجيو عندنا من كل بلاصه علاش ما عمر شي واحد من المنصوريه اللي لقاوه بانه كيسرق ولا كينهب ولا كيدير شي شغب ولا كيدير شي حاجه. حنا شوف انا كنقول هذا وكنعاود نتحملها ولاد المنصوريه ما كيديروش الشغب. حنا ما شحال من ماتش لعب علاش ما عمرو المنصوريه ما داركوه. حنا النادي المكناسي فريق النادي المكناسي ما كنقولوش كلشي ناس خالوقين بعض الاكثريه ديالهم اللي بقالهم وجايين وعند الجمهور كندوي على الجمهور وكاين شي وحدين الله يهديهم اللي جاو نهار الثلاث بالليل نهار قبل الماتش وكانوا قلت لك هنايا كاين اللي بات في البحر كاين اللي بات في البلاصه وشادين الميكات ودايرين فيهم السيليسيون ورغم ذلك كيجي يدقوا كاين اللي يعطيهم 100 ريال كاين اللي يعطيهم 100 كاين اللي يعطيهم درهم كيجيو بحال كيقول باش نرجعوا باش نركبوا وخذوا الفطورات وخذوا الماكله وخذوا كل شيء فهمتي. لهذا انا كناشد الجهه المسؤوله وعندنا ثقه في القضاء عندنا ثقه في هذا القضاء وحنا كما كنقولوا هذه البلاد السعيده بغينا تكون بامان وكنتمنوا هذ الوليدات يتم الافراج عليهم لان احنا اليوم عندنا مقصحين في وليداتنا وزدنا تقصحونا في الاعتقالات علما بانه هذ الوليدات راه ما داروش ما طرقناش الموضوع واش من غير الاصابات ومن غير ضحايا اعتقالات ابناء المنصوريه من طرف الشرطه من طرف السلطه الدركيه ويعني تم تقديمهم الى في العلم ديالي كاينين شي ربعه الناس دابا فهمتي. المهم في العلم اربعه ربما في العلم ديالي ولاد المنصوريه ولاد المكناس فهمتي ولاد المكناس واحد اللي شدوه لان قال لك عنده السلاح الابيض اللي لقاوه عنده لان الوقت ربما بغى يدخل التيران شو واحد كلها في واحد فهمتي كلها واحد اللي لقاوه فهمتي عارف كيفاش تلتطحوا معاه وعنده الله يحسن العون لان واحد الوقت رجال الامن بقوا لك يتجاهلوا وما عرفوش فهمتي لان وقع الصداع بزاف والغوت عادوا باغي يخرجوا عباد الله باش ما تكونش شي وفاه لان اللي كيشوفوا عباد الله خارج بالدم واحد مضروب واحد سميتو دري صغار ولي زومبيلو انا دري ولادي ما قدرتش نديهم صافي طوموبيلتي انا غادي بواحد السرعه اللي ربما خالف القانون باش نوصل الدراري ولادي للوبيطال واحد قبله في مولاي عبد الله واحد ما قبلوش حتى انا ما حيلتي واش نبرك مع اللي في مولاي عبد الله ولا ندي الاخر اللي في اللي في اللي في ديال الدار البيضاء. ورغم ذلك
اللي مضروب راه غيتعالج والحمد لله كنتمناوها تكون سمجو، وكنتمناو من الجهات المسؤوله ولا الجهه القضائيه والامنيه بان كنقول لهم راه بولادنا راه غير مشاغبين، راه كانوا غير كيدافعوا على رسوم باش يخرجوا لان الباب كان مسدود، كان مسدود لانهم كما عاود وقلت بان راه عمر ماشي حاله ديال الشغب ما وقعت عندنا في جماعه المنصوريه ما عمرها، وحنا واحد الجماعه اللي عندنا كل صيف كما قلت لك واحد الالاف ديال الوافدين، ولا مشي دابا في الربيع نهار الحد كتمشي الغابه ديال دافيد حدا ماكدو كتلقى الالاف ديال السيارات كيجيو، الالاف ديال السيارات وكيمشيو الناس ديال تمايا، كاين اللي كيخدم تما كيجمع كويغطات كاين سميتو وكيكون تضامن تما، وما عمر شي حاله ما وقعت في المنصوريه، وبغينا شي واحد يقول كان شي حاله ديال ديال دابا النداء ديالكم. النداء ديالنا كساكنه ديال 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 جماعه المنصوريه اللي حنايا لاصقين مع التيران، اول حاجه كنطلب من الجهات المسؤوله لا الامنيه ولا الرياضيه بان هذا الملعب راه ماشي ديال هذا الفرق الكبار، هذا الملعب اما ديال التدريب اما ديال الفرق بدون جماهير، لان كناجدوا لان غيبقى ديما هذا المشكل واقع، غيبقى يجي جمهور من تسع فيه واحد الخير واحد المزوينين وديما غيبقى ولادنا اما يتضربوا اما سميتو، ثانيا راه الحجر كيبدا على الديور ديالنا، راه الدرك الملكه راه شاف الحجر الديور ديالنا كلهم كيتضربوا بالحجر. لا واحد جا تناقش مع واحد في الزنقه ليه ملي كيوصل لعند صحابو كيدير الكونتر اتاك. ثانيا كناجدوا الجهات القضائيه والامنيه كنقول لهم بان راه وليداتنا راه ما عندهمش، سولوا عليهم لا ما عندهم عمرو ما دوز تنهار في لابريكات، تنهار ما دوز في لابريكات، راه غير مشاغبين وحنا ما كنشجعهمش يديروا الشغل، اي واحد من ولادنا. والفريق ديال النادي المكناسي راهم مغاربه وراهم خوتنا وحنا راه كنرحبوا باي فريق جا. ما بغينا الشغل. وهذا التيران كما قلت لك راه كانت فرقه صغيره كنديروا على فرقه صغيره، ملي كبر الفريق التنظيم عندنا ما كاينش عندهم واحد الحنكه ديال التنظيم ديال هاد الماتشات الكبار، وراها ملي كتجي ما كتلقاش واحد الحاجز امني بين الفريقين والتنظيم لداخل ما كاينش، راه الضحيه هما هاد الوليدات، ونطلبوا من الله الفرج للجميع وكنشكركم على الزياره. مشاهدي ومتتبعي قناه مغارب نيوز، كنا في دردشه وفي حديث مع اب احد الضحايا وليد. وليد اللي كان خدام ومن خدمته مشى باش يتفرج في الفريق ديالو المحبوب اللي هو فريق المنصوريين بطبيعه الحال. غادي تسمع على ان فرقه ديال الدرب ديالكم وغاتمشي تبعها تفرج فيها. ملي غاتسمعها ديال مدينتكم حب المدينه وحب الفريق ديال المدينه كيدفعني على ان بفضول ديالي نمشي نخلص من جيبي وندخل نتفرج، ولكن ما كنتش كنتظر على انني غادي نخرج بعاهه. عاهه قصور مستوى الفك وكسر في الاسنان. لكن الطامة الكبرى وهو من بعد ما كمل الماتش وكملت الفوضى وكمل كل شيء كنلقاو على ان خمسة ولا ستة ديال شباب مدينة المنصورية معتقلين، وكنلقاو